السلام عليكم ومساء الخير على مشاهدين ومتابعين قناة مكاني، معاكم يوسف لاشين. النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا اللي انا كنت طبعا اعلن عنه، اللي اني اتعرض عليا طبعا ان الحاجة دي بتتاكل، وطبعا انا انصدمت ان الحاجة بتتاكل. الموضوع اللي اني طبعا كنت في دهب ورحنا رحلة جبلية زي ما انتم شايفين في الصور، زي ما انتم هتشوفوا في الفيديو. وهناك طبعا واحنا بنتفرج على الحاجات اللي الناس بتصطادها، اكل وشرب وكده، يعني لقيت تاني حاجه شكل التمساح صغيره كده. يا جماعه دي ايه؟ قال لي دوت ايه في الفيديو، حتى ممكن الصوت باين. دوت ايه؟ قال لك دوت ايه، حيوان اسمه حيوان الضب، وسيدنا محمد امر باكله، ودوت اما ما بيشربش ميه او ما بيتبولش، حاجات غريبه كده يعني عرفتها عنه. يعني المهم يعني قال لك طعمه كويس في الاكل، بتاكلوه يا جماعه؟ بناكله كويس، انت لو تعرف تجيب لنا اي كميه ماشي. هو حاجه عامل زي التمساح كده صغير، زي ما يكون لسه طالع من البيض بتاع التماسيح كده، حاجه غريبه بصراحه. يعني الضب طلع ان هو بيتاكل فعلا، عشان كده احنا هنشوف الفيديو سوا دلوقتي. طبعا كنت بتجول في الجبال زي ما انتم شايفين، الاماكن دي ما نعرفش نخش فيها، ودمت كان معايا مجموعه من اصدقائي وحبايبي واصحابي، كانت رحله جميله جدا يعني في دهب. هسيبكم عشان خاطر تشوفوا التفاصيل. ده بيتاكل عندها في الاسلام ده يا راجل، بيتاكل الضب يا باشا، اسمه الضب. الضب الضب انا فاهم، انا عارف الطبق. لا لا حطيته في القلب يا عم. ايه ده؟ خلاص بقى يا باشا، خبيه في جيبك بقى يا باشا. لا لا لا، خبيه في جيبك لما نقعد معانا في مصر. شغل مدهب، الناس بتاع امبارح حلوه ولا ايه؟ اقسم بالله دي تحاسب، ما بقول لك انا احسن الفيديو طبعا عاوزين منكم لايك واشتراك ودعم للقناة. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله ويعجبكم جدا جدا جدا.